قوية ورسالة داخل أنا صحيح. بعتقد أنها ضرورة أصبحت. لكن أقول حتى نمتن الجبهة الداخلية لمواجهة أي ضغوطات تمارس على الدولة الأردنية، سواء كان فيما يتعلق بالمفاوضات، والطرح تفضل فيه أخي أستاذ عمر، فيما يتعلق يمكن أن نصل لمرحلة أن الكيان الصهيوني يحاول أن يحرج الدولة، يقول لك أنا مش طالع، بفعل الأمر الواقع، بفعل القوة الموجودة يتمتع فيها. أنا بقول اليوم هذا يطلب منا إلى إجراءات ثانية حتى نطيل عمر موضوع الثقة، وفعلا ما نقول رممت جزء، لا، نقول بأن اليوم الجميع يقف في خندق الوطن سواء كان الرسمي أو الشعبي. وأنا بعتقد أن فينا تجارب سابقة، التجربة سنة 89 في موضوع إجراء انتخابات عندما واجهت الدولة الأردنية موقف العدوان الثلاثيني على العراق، وأخذ الموقف الرسمي مغاير تماما للموقف شبه الإجماع العربي في ذلك الوقت، وكذلك نعم التسعين نعم، وكذلك عندما انسجم الموقف الشعبي في ذلك الوقت مع الموقف الرسمي الدولة، طبعا هي كانت ايضا الدوله طالعه من ازمه اقتصاديه عندما انخفض سعر صرف الدينار، نعم، وموضوع قرار فك الارتباط وتداعياته، كثير من القضايا، لكن تم مواجهه هذه الاجراءات او هذه المواقف التي يمكن ان تؤثر على الدولة الأردنية تماسكها وقوتها وتلاحم الموقف الرسمي والشعبي، كان بإجراء انتخابات في 89 مشهود لها بالنزاهة على الأقل بصورة نسبية كبيرة جدا، ووقف الشعب الأردني في ذلك الوقت في موقف متقدم مع الموقف الرسمي لمواجهة الضغوط والتحديات سواء كان من الدول العربية أو غير الدول العربية. إحنا اليوم بحاجة إلى نفس هذا الموقف حتى نتحدث بصراحة، حتى نواجه الضغوط. نقول اليوم إنه على الحكومة اليوم أن تقدم مشروع إصلاح سياسي يمكن الناس من الوقوف في خندق الوطن متعاضد ومنسجم وداعم للموقف الرسمي في هذه الخطوة الموفقة والتي نحن بأمس الحاجة إليها. أنا بقول يجب على الحكومة أن تقدم اليوم مشروع قانون انتخاب يتوافق عليه الناس. أنا بدي حتى أمثل إرادة الناس في الخندق المتقدم للدفاع عن الدولة الأردنية، وبالتالي هذا القانون يتوافق عليه، يمكن أن تجرى بموجبه انتخابات يشهد لها، لا تمس من حيث القانون ومن حيث الإجراء، لأنه قضية مهمة الإجراء النزاهة، الإجراء النزاهة، وكذلك نصوص القانون، أنا بحكي عن إجراءات وعن نصوص يتوافق عليها الناس، وتجرى انتخابات بموجب قانون انتخاب، وبالتالي ستكون بالضرورة الحكومة التي تمثل الناس في ذلك الوقت، وأنا بعتقد أنها أصبحت أيضا ضرورة لا تقل أهميتها عن قرار اليوم. وبالتالي عندما نقول أن هناك مجلس نواب قوي منتخب من الشعب يمثل إرادة الدولة الأردنية والمواطن الأردني والشعب الأردني، أي أن إرادة الشعب حاضرة، وهذا صراع مع الكيان الصهيوني سواء كان صراع سياسي قانوني عسكري، هذا صراع، هذه قوة وطنية، وبالتالي إحنا نحتاج أن يكون اليوم الشعب الأردني جميعه في هذا الخندق من خلال انتخابات محترمة قانون